وراء كاميرات المراقبة هذه يقبع سر مخيف. قد تبدو هذه لقطة عادية، أب يتوقف مع ابنته في محطة وقود ليشتري لها مشروبا، لكن الحقيقة مختلفة تماما. لاحظوا كيف تقف بعيدا متشابكة اليدين وتتجنب النظر إلى عينيه. تدعو هذا الرجل أبي، ولكنه ليس والدها، بل هو قاتل متسلسل قتل عائلتها ثم اختطفها. بدأت القصة في 15 من مايو عام 2005، عندما اعتقدت جروني أنها رأت شخصا يختبئ في خزانة غرفة نومها في منزلها في وولف لودج، أيداهو. كان الوقت ليلا، فظنت أنها لا تزال تحلم، لكنها استيقظت بعد ذلك بعد أن سمعت والدتها تبكي. كانت والدتي تبكي، كانت تقول: شاستا، عليك أن تستيقظي، هناك شخص ما في المنزل. ثم وجدت زوج والدتها وشقيقها مستلقين على أرضية غرفة المعيشة العائلية، وكانت هناك أربطة مضغوطة حول معصميهم وكاحليهم، وثمة شريط لاصق يغطي أفواههم. كان هناك رجل يقف يحمل مطرقة ومسلحا ببندقية. سمعت صوت ارتطام وشخير من الألم، ولم أكن أعرف ما الذي كان يحدث. أخذ القاتل جرويني وديلان إلى موقع تخييم في غابة بالقرب من سانت ريجيس، حيث احتفظ بهما لمدة أسبوعين قبل إطلاق النار على ديلان وقتله. بصراحة ليس لدي أي فكرة عما أعطاني القوة أو الأمل، لكن كان هناك شيء بداخلي كان يدفعني لقول أو القيام بأشياء معينة لأكسب ثقة ذلك الرجل. ولكن كانت هناك أوقات فكرت فيها حقاً، إلى متى سأظل على قيد الحياة؟ كانت جروني تشعر بحالة صدمة عن تلك الليلة التي تسلل فيها جوزيف دينكان، وهو قاتل متسلسل، إلى منزل عائلتها. قتل دينكان والدتها وزوج والدتها وأحد أشقائها، الآن قتل شقيقها الأصغر ديلان، الذي كان وجوده معها يخفف وطأة الخوف في داخلها، وبقيت وحيدة في منزل بعيد مع قاتل متسلسل تقوم على خدمته. كطفلة في الثامنة، كان على جروني أن تتخذ قراراً حاسماً، لم يكن قراراً عادياً، إما الحياة أو الموت. في أحد الأيام سألني: كيف تريدين أن تموتي؟ لديك خياران، إما أن أطلق النار عليك أو يمكن أن أخنقك حتى الموت. قلت له: أريدك أن تخنقني، على ما أعتقد. لم أستطع أن أتخيل ما حدث لأخي يحدث لي، لقد أخافني ذلك. فإذا ما حاول خنقي، فسيكون لدي المزيد من الوقت لإقناعه بالعدول عن الأمر. هذا ما اخترته، لقد جعلني أستلقي على الأرض ووضع حبلاً حول رقبتي. ما أنقذ حياة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات بأعجوبة هو عندما دعا دينكان باسمه المستعار جيت. قلت: من فضلك جيت لا تفعل ذلك. وعندما قلت ذلك خفف قبضته على الحبل وبدأ في البكاء. في تلك المرحلة عرفت أنني اكتسبت الكثير من الثقة معه، سأفعل كل ما يتطلبه الأمر للبقاء على قيد الحياة. تذكرت جروني كيف اصطحبها دينكان ذات مرة إلى مطعم بعد أن تلاعبت به وجعلته يعتقد أنها لا تريد تركه. أخبرته أنني أريد أن أريه جميع الأماكن التي نشأت فيها، حيث اعتدت أن أتسكع، وهذا جعله يشعر بالارتياح لأنه شعر أنني أثق به. عندما وصلنا إلى المطعم نظرت للأعلى ورأيت نادلاً، نظر إلي وأومأت برأسي، فعرفني. كانت صورتي معلقة على أبواب المطعم، علم أنني الطفلة المختطفة. رجع إلى الوراء دون أن يلفت الانتباه، فاتصل بالشرطة. تم إنقاذ جروني في النهاية. في 2 تموز عام 2005 تم إرسال جروني لاحقاً للعيش مع والدها البيولوجي، واستمرت أحداث الماضي في مطاردتها حتى خضعت للعلاج النفسي. أما جوزيف دينكان حكم عليه بالإعدام في عام 2008، كان مرتبطاً بقتل فتاتين صغيرتين في سياتل في التسعينيات. وفي مارس عام 2021 توفي بسبب سرطان الدماغ في مستشفى في تيراهوت، أيداهو. تيريزا ثورنهيل حاربت روبرت بلاك عندما كان عمرها 15 عاماً فقط. لقد مرت 23 عاماً منذ اليوم الذي ناضلت فيه تيريزا ثورنهيل من أجل حياتها، لكن الزمن لم يطفئ تلك الذكرى الرهيبة.
أستطيع أن أرى الرجل الذي هاجمني بوضوح كما لو كان يقف أمامي الآن. لقد كان سميناً، كانت تفوح منه رائحة زيت المحرك والعرق. لا تزال تيريزا تكره قول اسمه بصوت عالٍ. كان الرجل هو روبرت بلاك، القاتل المتسلسل والمتحرش بالأطفال، والذي أدين بجريمة قتل رابعة لطفل. لقد حمل اسمه منذ فترة طويلة سمعة سيئة. في عام 1994 أدين سائق التوصيل الإسكتلندي باختطاف وقتل سوزان ماكسويل البالغة من العمر 11 عاما، وكان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لارتكابه هذه الجرائم، عندما تهم بقتل جينيفر كاردي البالغة من العمر 9 سنوات في ثمانينيات القرن الماضي. تمت أدانته من قبل هيئة محلفين في أرماغ بإيرلندا الشمالية بالإجماع بقتل جينيفر. كان من الممكن بسهولة إضافة اسم تيريزا ثورنهيل إلى هذه القائمة المأساوية لأرواح الشباب المفقودة، لكنها الفتاة التي هربت، الضحية الوحيدة المعروفة التي ناضلت للتحرر من قبضة الاستغلال الجنسي للأطفال. اقترب ضابط شرطة من جاراميلو وقام بتقييد يديها وقال إنها تواجه مشكلة بسبب السرعة الزائدة. وضع الأصفاد عليها وأخذها. لم يكن ضابطا على الإطلاق، بل كان ديفيد باركر راي. كان ذلك في عام 1999. حضرت جاراميلو إلى مقطورته المليئة بأجهزة التعذيب وصور ضحاياه، لكنها رأت فرصة للهروب عندما تركها باركر في عهدة صديقه. تم تقييدها بالسلاسل، لكنها تمكنت من انتزاع المفاتيح من الطاولات القريبة وحررت نفسها. لقد طعنت صديقه هيندي في رقبته باستخدام معول ثلج وركضت طلبا للمساعدة، وهي لا ترتدي شيئا سوى طوق العبيد المعدني. أبلغت جاراميلو الشرطة بالحادثة. لقد قتل راي أكثر من 60 امرأة، ثم عرف باسم قاتل صندوق الألعاب. كانت تالي شابيرو تسير من مدرستها إلى منزلها في 25 سبتمبر من عام 1960، عندما اقترب منها روداني ألكالا. عرض عليها توصيلها إلى المنزل، لكنها رفضت في البداية، ولكن عندما قال إنه يعرف عائلتها قبلت الرحلة. أخذها روداني ألكالا إلى شقته، كانت وقتها تبلغ من العمر 8 سنوات. لحسن الحظ، رأى أحد الرجال روداني يأخذ تالي معه وأبلغ الشرطة. عندما وصلت الشرطة فر ألكالا من مكان الحادث، ووجدت تالي دامية وفاقدة للوعي. أمضت أشهرا في المستشفى. تم التعرف على ألكالا، تم اعتقاله والحكم عليه بالإعدام.